صباح الخير واهلا بيكم معانا. الحقيقه يعني انا لازم اشكر سيف وفريقه المعاون على السيرفايفل، انه قدر يقود المجلس الى استمرار الحياه لحين بدء نشاطه مره اخرى بشكل اكثر فاعليه ان شاء الله. والمؤتمر النهارده والتواجد على السوشيال ميديا اكتر من التواجد الفعلي مهم جدا. المجلس الوطني للتنافسيه المرحله الجايه عايز يغير الاستراكشر علشان يضيف الى حلول للتحديات التي تواجه البلاد. القدره التنافسيه هي اساس في ان احنا نعدي تحديات مختلفه، مش بس اقتصاديه لكن اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه. والقدره التنافسيه هي مجموع قدرات الافراد على 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 على, 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 على الاختيار الافضل وعلى التوجه الافضل. وزي ما انا بقول في الحوار الوطني، المسألة كلها بوليتيكال. لو ما كانتش المظلة السياسية تسمح بحرية المؤسسات والأفراد في التنافس الشريف المبني على equal opportunity، من الصعب جدا ان البلاد تتحرك. انا واحد اهتمامي الرئيسي هو المعرفة والتنمية الإنسانية المستدامة، ودايما ننزل في كلامنا الى القدرة على الاختيار لكي نكون قادرين على المنافسة، مش المحلية لكن المنافسة المحلية والإقليمية والدولية. سوق العمل لشباب مصر القادم هو أوروبا مش الخليج، وبناء عليه لازم نستخدم نفس معايير المعرفة والتعلم والتدريب اللي موجودة في الدول الأوروبية.